طيب انا هبدا الكلام اللي قلته في بدايه الحلقه، وهو انه اللي جاي صعب واللي جاي محتاج تكاتف في الجميع، لاعبين، جهاز فني، اداره، وبالتاكيد قبل كل دول جمهور النادي الاهلي، لانه الموسم اصبح او خريطه الموسم اصبحت معقده. وعلى مستوى الالقاب والبطولات الاهلي ما قدموش غير دوري ابطال افريقيا اللي بتوقع ان النسخه دي تكون في منتهى الصعوبة، على الرغم من انه نسبيا يعني ممكن تقول انه دور المجموعات سهل، لكن حتى لو الاهلي نجح وباذن الله يقدر يعمل ده حتى هو مش في احسن حالاته انه يوصل للادوار الاقصائيه، انا اعتقد ان النسخه دي هتكون اصعب نسخه على الجيل ده تحديدا اللي اتعود انه يوصل لكل النهائيات في الاربع سنين الاخيره، لكن النسخه دي مختلفه وغير. باختصار شديد جدا وعشان ادخل في الموضوع، الاهلي في اخر ماتشاته على مستوى بقى الدوري، على مستوى السوبر ليج او الدوري الافريقي، افتقد لكتير من عوامل نجاحه. وهنا الحقيقه بقت في اسئله كتير الناس بتحاول تسال عليها، هل قصه مارسيل كولر، هل يحاسب مارسيل كولر على الفاتوره؟ هل هو يتحمل المسؤوليه؟ ولا تراجع على المستوى الفردي لبعض العناصر اللي كانت متألقة وكانت سبب في نجاح كولر في أول موسم ليه، ولا تراجع على المستوى الجماعي، ولا هي قصة الروتيشن اللي ممكن زي ما قلت لكم تبقى سلاح ذو حدين؟ الأهم إنه الفاصل الزمني بين مشوار الأهلي في إفريقيا وبطولة كأس العالم ضيق وقليل جدا، وده اللي هتكلم فيه أو هبدأ فيه كلامي مع ضيفي ونجمي النهارده كابتن أشرف ممدوح اللي بيشرفني في السادسة، مش بعد غياب قوي بس وحشتنا، ومساء الخير واهلا وسهلا بيك يا اشرف. مساء الخير يا احمد، ودايما انت عارف اني بتشرف بوجودي معاك وعلى شاشه قناتنا، طبعا قناه النادي الاهلي. تنور الدنيا دايما. ربنا يخليك. انا كنت بتكلم في البدايه على اللي فاضل لنا الموسم ده، كاس وصلنا لنهائي البطوله فيه امام بيراميدز والزمالك، وهسالك سؤال على فكره قبل ما ابدا ادخل في الاهلي. تمام. وامامنا بطوله الدوري، صحيح كان في تعادل مخيب للامال امام الجونه لكنه منحنا صداره البطوله ولينا مباراه مؤجله، والاهم طبعا هو دوري ابطال افريقيا. بتكلم على البطولات المفترض ان شاء الله نقدر نحقق القابها، وطبعا بالتاكيد كاس العالم، وان كنت يعني مستبعد فكره حصول الاهلي على اللقب، لكن اتمنى انه الاهلي ينافس طبعا على اللقب ويوصل على الاقل للمباراه النهائيه. وانت بتتفرج على، هبدا بالكاس، وانت بتتفرج على الزمالك وبيراميدز، كان ليك ميول هنا او هنا؟ لا الحقيقه ما كانش ليا ميول، بس استمتعت بالمباراه، يعني كانت مباراه مفتوحه جدا والفرقتين الحقيقه عملوا جيم كويس. طب بعد المباراه ما حسيتش ان في كتير اهلاويه كان نفسهم الزمالك هو اللي يوصل؟ حسيت كده. حسيت كده بشوف على السوشيال ميديا جدا لم ينجح فيه الكثيرون يعني الحقيقه. يعني مش عارف ليه، لكن هو دايما احيانا لما يبقاش عندك ميول او بتشجع فريق معين دايما بتروح للفريق اللي انت حاسس انه اقل شويه او اضعف شويه نسبيا يعني. فالزمالك كان شويه في المباراه دي اقل من بيراميدز، فاعتقد ان في ناس كتيره كانت يعني حاسه ان ممكن الزمالك او شايفه ولا كان جمهور الاهلي نفسه ان الاهلي يقابل الزمالك في الفاينل. بقى لنا كتير ما قابلناش الزمالك، ومباراتنا معاه بتبقى ممتعه، ومباراتنا كمان مع بيراميدز حلوه. يعني شوف، لكن على المستوى المحلي ما حصل. انا في يعني انا عارف انه في كل مرحله من المراحل حتى من زمان قوي، يعني كان في فترات مثلا كان بيقولوا الترسانه بينافس الاهلي والزمالك، في فتره انا عشتها وشفتها الاسماعيلي كان بينافس الاهلي والزمالك، بس ما كنت تسال الاهلاويه مثلا ماتش الزمالك والاسماعيلي هتشجع مين او تتمنى مين يكسب؟ يقول لك اتمنى الاثنين يخسروا. يعني فاهم، انا عايز الاثنين يخسروا، لكن ما حصلتش يعني بالنسبه لي كانت يعني، وخصوصا ان انا دخلت بعد كده غريبه انك تلاقي جمهور الاهلي عايز الزمالك، ردود الافعال عايز تواجه الزمالك، اهلاويه كتير جدا على صفحات زملكاويه بيهنوا الزمالك، فاستغربت بصراحه الحاله يعني. يعني ما انا شايف ان المباراه فعلا كانت ممتعه وكانت حلوه ومفتوحه، جيم مفتوح جدا جدا، واللاعبين يعني كانوا مستوى عالي جدا، رغم ان في النهايه او في نهايه المباراه كان اللياقه البدنيه ومعدلات اللياقه البدنيه قلت شويه، لكن الحقيقه كانت مباراه مميزه جدا بالنسبه لنا. يعني مش فارق بيراميدز او الزمالك، مش هتفرق كتير، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحسم البطوله دي باذن الله تعالى في نهائي الكاس باذن الله. طيب خليني اخدك لتقييم سريع كده، احنا غبنا في ماتشين، ماتش سيراميكا وماتش الجونه. سيراميكا فوز بشق الانفس بضربه قاضيه جديده، صحيح، و جونا تعادل اوصفه بانه مخيب للامال، لانه كان الاهلي مفترض انه يحقق فوز سهل، واحده من المباريات خصوصا انها المرحله الاخيره قبل توقف الدوري هترجع فيه على مواجهات صعبه في افريقيا. تقييمك للاهلي في الماتشين دول اجمالا يعني؟ طب خلينا نرجع شويه ورا، يعني تقييمنا للاهلي الفترات اللي فاتت او من بدايه الموسم، ما كانش عندي شك انا وانت هنا تحديدا
ان الموسم ده بدايه يعني اعتقد انها كانت ممكن تبقى الافضل للنادي الاهلي من فترات طويله جدا، لانه احنا ابتدينا الموسم في افضل حالتنا معنويا، سكواد رائع جدا، مدير ميركاتو فني قوي، ميركاتو قوي، مدير فني مستقر، بطولات علامه كامله، مجلس اداره مفيش افضل من كده في التدعيم، جمهور ملتف حواليك وراضي تماما عن اللي قدمته في الموسم اللي فات، وبالتالي حاله معنويه كمان حتى اللاعبين كانت جيده جدا. يعني كان عندنا امل كبير جدا النادي الاهلي الموسم ده تحديدا يبتدي حتى على مستوى الراحات. يا احمد احنا اتكلمنا ان النادي الاهلي يعني خد فتره راحه جيده، وعملت اول مره من او سنين معسكر طويله تعمل معسكر معسكر خارجي. خارجي، فالمفترض يعني ان كانت البدايه تبقى افضل. غاب عنك التوفيق وغاب عنك شويه مستوى الاداء في السوبر ثم في الدوري الافريقي. بطوله الدوري هي المشكله، خلي بالك فين الجمهور مش قلقان من بطوله الدوري، المشكله ان داخل على بطولات كبيره جدا زي ما انت حقيقي. تفضلت وقلت، سواء دوري ابطال افريقيا او كاس العالم انديه، وبالتالي جمهور الاهلي مش قلقان في الدوري لان الدوري معترك خلينا طويل نتفق على جدا. حاجه، يعني انا في ده في ظني انا وفي تقديري انا، انه الاهلي لو كسب الدوري والكاس وحتى كسب السوبر المصري وما حققش تشامبيونز ليج وما حققش نجاح في كاس العالم في كاس الانديه عالم الانديه، الجمهور هيحس ان الموسم للنسيان، بالظبط، يعني انه الموسم ده دي احنا ما حقيقه. حققناش حاجه عظيمه. تخيل انت بقى ان انت وصلت معاك مع جمهورك لهذه المرحله، انك حتى لو حققت البطولات المحليه كامله جمهورك مش هيبقى راضي لانه اتعود خلاص منك على مش هيبقى راضي، بس مش هيبقى مبسوط. مش هيبقى راضي. لا خليني اقول لك مش صراحه، هيبقى جمهور راضي. النادي الاهلي مش هيبقى راضي ابدا باقل من اللي انت وصلت له، لان انت وصلت لمراحل وليفل مختلف جدا، انت خلاص بقيت عودت جمهورك انت انك انت قعدت 7 سنين مثلا، يعني قد يقول قائل يعني انت قعدت 7 سنين مش قادر تحقق بطولة افريقيا. صحيح، لكن خلاص رجعت ورجعت بهذا السكواد. يعني انت زودت، خلي بالك مش كتير، مش عدد كبير من اللاعبين اضيف لسكواد النادي الاهلي الفترات اللي فاتت. انت دخلت مثلا 5 6 لاعبين على السكواد اللي حصل على بطوله افريقيا 3 مرات اللي فاتوا، فانت بتتكلم في انه هذا السكواد وهؤلاء اللاعبين تعودنا منهم على اداء مختلف. فين المشكله بقى؟ ممكن اسالك سؤال في اتفضل الحته دي، اتفضل. يمكن ده ممكن يبقى جزء من المشكله، يعني الدوافع لما بنقول حاله التشبع بجد، انه لعيب يفضل يلعب زي الروبوت، زي الانسان الالي، ويحقق كل الالقاب، يحقق كل البطولات، يعني ممكن يجي في وقت من الاوقات خلاص ما تبقاش مفيش حاجه مشجعه او اسمح لي اختلف معاك. الحاله دي عمرها ما حصلت في النادي الاهلي، يعني على مدار تاريخ النادي الاهلي، النادي الاهلي ممكن يوصل انه يحقق البطولات الافريقيه والقاريه والمحليه 7 8 مواسم متتاليه، ما تحسش بحاله الاشباع دي عند اللاعبين، لان في تجديد للدوافع دائم عند النادي الاهلي وعند لاعيبته. غرفه ملابس النادي الاهلي مختلفه عن اي غرفه ملابس في انا واثق من ده، عن اي غرفه ملابس في العالم، في دايما تجديد للدوافع وفي امور مختلفه بتحصل جوه. لكن انا شايف انه المشكله فنيه، بمعنى انه مستر كولر اعتقد يعني من وجهه نظري الفنيه المتواضعه انه شويه شاف ان السكواد اللي موجود يقدر يلعب باي تشكيل. فاكر في حلقه من الحلقات اتكلمت انا وانت عن الانسجام والتناغم، مين يلعب مع مين؟ كان ده سؤالك، فاكر؟ فاكر السؤال ده؟ مظبوط. اتكلمنا مين المجموعات اللي تقدر قسمنا جبهات وقلنا تأدي مين لك بالشكل المطلوب على الاقل 90 95% من الاداء التكتيكي والخطط المطلوب منك. اعتقد ان مستر كولر شويه مش يعني حصل له غرور في الحته دي، لكن هو عنده ثقه كامله ان الجميع يقدر يؤدي بنفس الشكل. لكن خلي بالك الروتيشن او عمليه التدوير شويه دايما بنشيد بيها ودايما بنقول ان بيعملها بشكل جيد، لكن مش في كل الاوقات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن انا عندي النهارده 5 6 بطولات بيشارك فيها النادي الاهلي، ممكن التدوير يبقى في البطولات مش بس في المباراه، لكن صعب قوي في بدايه موسم ويكون عندي 3 بطولات بشارك فيهم النهارده، يعني السوبر الافريقي او الدوري الافريقي ودوري ابطال افريقيا هبتدي، والدوري المصري، وكمان كان عندي بطوله كاس سوبر الافريقي. التدوير ده ما ينفعش يكون بهذا الكم من اللاعبين. ليه؟ لانه عمليه الانسجام لازم تكون متواجده من بدايه الموسم، يكون عندي شكل وطريقه لعب الكل يتعود عليها. صحيح انا عندي مجموعه كويسه جدا من اللاعبين وكلهم يقدروا يؤدوا نفس الدور، لكن
لازم يكون عندي ثبات في التشكيل على الاقل في البدايه. ما اقدرش اغير 7 8 لاعبين احمد في كل مباراه. يعني انت متخيل مباراه المقاولين مثلا لمباراه سيراميكا انا غيرت 5 لاعبين من سيراميكا للجونه، انا 8 لاعبين. متخيل ان انت بتلعب بفرقه تانية مختلفه؟ صحيح بنقول ان اللعيبه تقدر تادي، لكن مش وانت في بدايه موسم ولسه الطريقه اللعيبه ما تشبعتش بيها بالشكل الكبير، غايب عنك التوفيق وده واضح من بدايه الموسم. لو احنا في مباراه سان داونز مثلا كانت الامور مشيت زي ما احنا عايزين وكانت الاهداف قدرنا نحققها في بدايه الشوط الاول والبنالتي تم وقدرنا نفوز بالمباراه دي، كان التوفيق موجود. تفتكر لو النتائج لو النتائج اختلفت طبعا كنت هتحس انه الدنيا تمام وان الاهلي مش بيعاني؟ في 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 شوف في ناس يعني كتير هتعتقد ده. الاهلي لو كسب امبارح ماتش مثلا الجونه، هل كنا هنقول انه احنا رايحين لبطوله افريقيا احنا مطمنين والاهلي كويس؟ فنيا لا، لكن انا بكلمك على جمهور النادي الاهلي بيشوف الامور ازاي. بيشوف الامور انك مع تحقيق النتيجه بيحس انه النادي الاهلي ماشي بشكل جيد، لكن فنيا لو بصيت فنيا انا بكلمك على طريقه اداء النادي الاهلي وفنيا داخل الملعب، لا في مشكله كبيره جدا في اللعب الجماعي بعيد جدا. طريقه لعب النادي الاهلي شفناها في الموسم مودست اللي فات كان مختلفه. اللقطه المضيئه امبارح بصراحه في صحيح يعني هو بيحاول، يعني خلينا نقول انه بيحاول بقاله ماتشين ثلاثه. انه سيراميكا والجونه شفنا مودست مختلف عن قبل كده شويه، دي حقيقه يعني. واعتقد انه هيجهز اكتر من كده، وكل ما يجهز ممكن نركز بقى على الصوره دي. ممكن نركز على الصوره دي، معلش نرجع فريمين ثلاثه كده واللعيبه واقفه عشان الوشوش تبقى واضحه. عايز اسال لو ممكن نرجع تاني واللعيبه واقفه على البنش على الدكه بره، عايز اشوف الاسماء اللي موجوده. هتلاقي فرقه تانية ممكن تلعب عادي. في فرقه تانية مفيش مشكله يعني. انا بقول لك ان مفيش مشكله انك خلاص هو الراجل مقتنع ان اي حد ممكن يبقى موجود في الملعب النهارده في ال11 واي حد ممكن يقعد. دي احيانا اسالك اسئله الناس. اتفضل. ليه خالد عبد الفتاح ومش كريم الدبيس مثلا؟ ده الفريم. تعالوا نبص مين بره على الدكه. خاصه كريم دبيس، مروان عطيه، كريم فؤاد، اليو ديانج، بيرسي تاو، عبد المنعم، عبد القادر. فريق النادي الاهلي اللي بيلعب اساسي يعني، دي الفرق الاساسيه. مش كده يعني؟ دي تقريبا الفرق الاساسيه اللي بتشارك في المباريات اللي فاتت. مظبوط. ولو هريح بيرسي تاو ليه مش كريم فؤاد؟ ولو مش هلعب بكريم فؤاد ومش هلعب ببيرسي تاو في مباراه زي دي امتى؟ انا بقابل الجونه مع كامل احترامي ليهم يعني، امتى ممكن اشوف لعيب زي كريستو؟ انا بسال مثلاً كل الاسئله اللي الجمهور بيسالها. النهارده انا بشرك مودست لان مودست من يعني من ضمن اختياراتي انه المميزات الكبيره عنده انه الكرات العرضيه مثلا. هو خارج ال 18 مش بالقوه اللي بتشوفه فيها في تحركاته وفي ادائه وفي الجامب وفي التوقيتات في الهيدرز او الكرات العرضيه. انا ليه ما بشركش كريم الدبيس؟ برضه دي يعني دي نقطه. خالد عبد الفتاح مش هيأديه للدور ده بشكل كبير، خصوصا ان كريم ظهر ومساه كويس جدا. ويحتاج ياخد ماتشات كمان. في مشكله. كريستو فين يا جماعه؟ انا برضو دي علامه، نقطه غريبه جدا جدا، علامه استفهام على عدم اشراك كريستو، لانه في عمليه تدوير كبيره جدا. وفي يعني ماتش معلش يعني ماتش المفروض انه في المتناول ولا ايه؟ مع كل ماتشات النادي الاهلي في يعني انت بتلعب الجونه، مع احترامنا الكامل لكل الفرق وصحيح المستويات عاليه جدا، لكن انت بتلعب المقاولين وكان متزايل الجدول، سيراميك في ترتيب العاشر او ال11، الجونه نفس الكلام، فانت بتلعب مع فرق برضو يعني ما ادتش بشكل يبهرك في بدايه الدوري. وحتى لو ده حصل احمد، انت على كل المستويات بتشرك او بتعمل عمليه التدوير دي وبتشرك كل اللاعبين. ففين فين فين كريستو؟ الحقيقه انا نفسي اشوفه، لان احنا شفنا في مشكله في عمليه الرؤيه يعني مثلا قندوسي خرج بره النادي الاهلي متالق وماشي بشكل جيد، وان شاء الله يكون في فرصه ويعود تاني. كريستو مش عايزين نخسر هذا اللاعب لانه عنده امكانيات كبيره جدا، واتمنى انه يتواجد. وخلي بالك انا بقول الكلام ده بقالي كتير يعني. انا بقالي سنتين بقول ان كريستو لازم ياخد فرصه لانه عنده امكانيات كبيره جدا. وشفناه مع منتخب تونس يعني، مش هتكلم بس عن النادي الاهلي كمان يعني، حتى شفناه مع النادي لما شارك مع النادي الاهلي كان ماشي بشكل جيد يعني. لعب 3 4 مباريات ودايما انا بقى يعني مميز. انه قاعده كده، ما دام انا لجأت لفكره لاعب اجنبي محترف يبقى بالتاكيد جبت كواليتي
السكواد بتاعي بيفتقدها، فبالتالي ما بفهمش ابدا فكره ان يبقى في محترف قاعد على الدكه او محترف بره القايمه دي. وهل مستر كولر ما بيحبش يعني اللاعب المهاري؟ هل دي مشكله عندنا في النادي الاهلي؟ هل دي رؤيته مثلا؟ لانه انا شايف ان يعني كوندوسي كان نفس المشكله، ما كانش بيشارك بشكل كبير رغم امكانياته الكبيره، كريستو عنده نفس الامكانيات المهاريه وبرده ما بيشاركش بشكل كبير. قفشه في فتره من الفترات، خلي بالك قفشه كان من ضمن اللاعبين اللي ما كانش بيشارك بشكل اساسي وشكل كبير مع مستر كولر، لانه ما كانش بيأدي الدور الدفاعي مع الدور الهجومي. وبالتالي يعني قفشه ابتدى يشارك لما ابتدى يأدي الدورين. ده الجون بتاع جول هايل، ويوضح قد ايه امكانياته. يعني عنده الراجل عنده امكانيات كبيره جدا، لكن محتاج يجهز. اتمنى ان شاء الله انه يجهز في اقرب فرصه او اقرب وقت مع النادي الاهلي، لانه انت محتاج له جدا في الفترات اللي جايه، في ظل انك هتلعب في بطوله افريقيا، في كاس العالم للانديه، نهائي كاس مصر، فالدوري كمان، فانت محتاج الحقيقه كل اللاعبين يجهزوا بشكل كبير، خاصه ان كهربا مش هيشارك بشكل كبير في الدوري، فانت محتاج موديست ومحتاج صلاح محسن انه يكون عنده. يعني اتمنى ان صلاح محسن الحقيقه يرجع بقوه، لانه بعيد شويه عن مستواه، وبيشارك في فترات ما استغلش الفرص اللي موجوده. ولو فاكر برضو كنا اتكلمنا في قصه صلاح محسن وقلنا انه لازم يستغل الفرصه دي لانها مش هتتكرر مره ثانيه. استغلال من ناحيه الاسماء والتوقيت، بتشوف استغلال كولر للدكه والاوراق اللي موجوده جنبه ازاي؟ ممكن في مباراه زي خصوصا لو طبقنا ده على ماتش امبارح تحديدا اللي كنت بتلعب فيه مع جونه، ناقص واحد ومع ذلك عجزت في انك انت لو طبقناه على 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 مباراه امبارح بس، يعني عشان الناس تبقى فاكره، اتاخرت وما قدرتش ترجع بشكل قوي حتى بعد اشراك المجموعه المفترض انها اساسيه في النادي الاهلي. لكن في بعض المباريات خلي بالك ان الفرق، في بعض المدربين في الدوري خلاص بقوا بيعرفوا شويه طريقه لعب النادي الاهلي، او يقفلوا او يضيقوا المساحات او يعرفوا يلعبوا بطريقه معينه، يعني يخلوك تبعد شويه عن اللي كان مفاجئ من كولر في سنه اولى ما بقاش خلاص مفاجاه دلوقتي. بالزبط. انت بقيت تقدر تقراه وبتقفل بشكل معين، بتضيق المساحات بشكل معين، بتقفل على لاعبين معينين هم مفاتيح اللعب داخل النادي الاهلي، وبالتالي بيبقى في صعوبه شويه في العوده مره ثانيه. علشان كده انا بقول لك الموضوع مشكله فني، لازم مستر كولر يكون عنده تبديلات وتغييرات وشويه افكار بس مختلفه. ما اقدرش اعفي برضو الموسم القادم اللعيبه من الـ يعني السنه اللي فاتت كنا بنشيد مثلا واحده من الحاجات اللي اجمع عليها الناس كلها، فكره انه في اسماء كتير داخل الفرقه اتطور مستواها مع مارسيل كولر، صحيح، او استعادت مستواها او استعادت ثقتها بنفسها. مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، صح. على العكس السنه دي في ناس كتير شايفه انه في دروب، في دروب على المستوى الفردي عند كتير من الاسماء، مش هقول اسماء طبعا، لكن لانهم كلهم نجوم وكلهم قدروا يرجعوا بسرعه، وكلنا خلينا نبقى متفقين ان احنا محتاجينهم يرجعوا بسرعه، لانه رجوعهم يفرق معانا كتير. لكن دي برضو واحده من علامات الاستفهام على المستوى الفردي، في اسماء كتيره محتاجه تقعد، محتاجه تراجع نفسها، محتاجه شغل من مستر كولر. يعني ما اعرفش انت شايفها ازاي. ويعني كنت لسه هقول لك النقطه دي، انه على المستوى الفردي والجماعي في تراجع شويه. يعني في بعض اللاعبين الموسمين اللي فاتوا فرقوا بشكل كبير جدا في النادي الاهلي، خاصه في الخط الهجومي. يعني بتكلم على بيرستاو، على حسين الشحات، على كهربا، على قفشه، على حتى التطوير او التطور اللي حصل في وسط الملعب من ديانج ومن مروان عطيه ومن السوليه، ان شاء الله يرجع بالسلامه، كان وحمدي فتحي طبعا قبل ما يمشي، يعني كان في تطوير في الشكل والاداء الجماعي والفردي للاعبين بشكل غير طبيعي، فرق كتير جدا جدا سواء في المستوى المباريات المحليه او الافريقيه، وده اللي قدر النادي الاهلي انه يطور من خلاله، خاصه بعد ان اللاعبين فاقوا بشكل كبير قدر يطور بالشكل الجماعي، وشفنا كره حلوه جدا للنادي الاهلي، وقدر انه يحقق العلامه الكامله الموسم اللي فات واللي قبله طبعا، حقق كاس افريقيا. المشكله بقى فين في الدروب ده، انك تقدر ترجع اللعيبه دي ازاي؟ دي مشكله فنيه. وامتى؟ هو يعني امتى قبل ازاي؟ يعني حتى لو انت عندك اجابه ازاي، هو السؤال امتى، لانه انا كنت الوقت ضيق جدا، الوقت ضيق جدا. انت راجع بعد الاجنده الدوليه، بعد ماتشات منتخبنا ان شاء الله في بدايه مشوار كاس العالم، راجع على ميدياما الغاني 25، سموحه 28، يانج افريكانز التنزاني زد، اربع مواجهات تسبق مواجهه الاهلي في بدايه مشواره في كاس العالم اللي هتكون
بين مع الفايز يعني من اوكلاند سيتي واتحاد جده. اربع ماتشات صعبين، والفارق الزمني بين كل مباراه وتانيه ضيق جدا، وخصوصا مع غياب لعبتك الدوليه، وخصوصا صحيح. مع الراحه السلبيه، انت بتتكلم على راحه سلبيه اسبوع، عشان تعمل كل اللي انت بتقول عليه ده، تشتغل فردي وتشتغل جماعي، محتاج وقت كبير جدا. محتاج مجهود كبير جدا، زي ما بنقول دايما ان العمليه دي ما بتنجحش من غير ما يكون في شغل جماعي واداء جماعي. يعني ما ينفعش اقول مستر كولر لوحده، اللاعبين لوحدهم، مجلس الاداره لوحده، لا، الموضوع مكتمل، لازم يكون في، طالما بنتكلم على نجاح منظومه بشكل جماعي، لازم كمان لما تتكلم على انك تقدر ترجع مره ثانيه لازم يكون الاداء بشكل جماعي، لازم اللاعبين يبقى عندهم احساس بقوه جدا وتجديد الدوافع مره ثانيه، لازم اللاعبين الكبار يشتغلوا على ده وبشكل فردي وبشكل جماعي عشان تقدر ترجع. مستر كولر لازم يكون عنده تدارك للاخطاء، لانه فعلا عمليه التدوير او الروتيشن اللي حصلت بسرعه وبشكل كبير وواسع على الفرقه فرقت بشكل كبير جدا في الاداء والنتائج. لما تيجي تشتغل مع سكواد الاهلي في الوقت ده، رتب لي كده اولوياتك، البدني ولا النفسي ولا المهاري ولا التكتيكي؟ لا، النفسي اولا، لانك لازم يبقى عندك تجديد للدوافع مره ثانيه، لان نقطه مهمه جدا اللي اتكلمت فيها يا احمد، رغم انها ما تبقاش موجوده في النادي الاهلي، لكن وارد وارد ان يكون في بعض اللاعبين حسوا ان هم عملوا كل حاجه، فمش فمحتاجين دايما تذكير وتجديد للدوافع مره ثانيه. البدني اعتقد مهم جدا الفتره دي، ولو فاكر برضو انا اتكلمت معاك كتير جدا في الاول يا اشرف. انا معاك، لكن في أول انا معاك جدا لكن احنا اشدنا بشكل كبير جدا وعلى مدار سنتين ثلاثه بالعامل البدني والمعد البدني في النادي الاهلي، ازاي دايما اللاعبين جاهزين، حتى اللي بعيد ما بيشاركش ازاي بيبقى جاهز، وبالتالي الموضوع البدني مهم جدا انك تقدر في فترات الراحه المش جاهز يقدر يرجع، المصاب يقدر يبقى جاهز. الناس اللي عندها على فكره دي مشكله كبيره راحة جدا، دي تالت راحه السيزون ده في وقت قليل جدا، يعني انت بتتكلم في وقت قليل. احنا ابتدينا في 9 صح، احنا 9 10 واحنا في اول 11، شهرين في راحه سلبيه في نهايه الموسم الاخير، وبعدين المعسكر، وفي توقف دولي خد فيه لعيبه الاهلي، راح برده حوالي اسبوع، وده تاني اسبوع تقريبا. انت ما عندكش مشكله بدنيه، انا بكلمك على التجهيز لبعض اللاعبين اللي لسه ما جهزوش بشكل كبير. ما عندكش ارهاق، ودي نقطه احنا دايما بنتكلم في مشكله في النادي الاهلي، وهي الارهاق البدني. انك دايما عندك ارهاق بدني وذهني في الثلاث اربع مواسم اللي فاتوا، النهارده الحمد لله ما فيش عندنا الارهاق البدني ده، بالعكس عندنا بعض اللاعبين ما استحدوش بشكل جيد، او ما عندهمش الجاهزيه الكامله بدنيا وفنيا وذهنيا، لسه ما استعادوش لياقتهم الكامله بدنيا وفنيا وذهنيا، وبالتالي لازم تشتغل على ده الفتره اللي جايه. طبعا الشغل الجماعي بقى، مستر كولر والجهاز الفني، كابتن سامي قمصان والجهاز الفني، لازم نقدر نرجع نلعب كوره النادي الاهلي مره ثانيه. الشغل الجماعي اللي كان موجود، النواحي الخططيه والتكتيكيه، الاختراقات اللي كانت موجوده، الجبهات اللي كانت موجوده، خلي بالك في شغل. المرحله اللي جايه دي مرحله شغل مهم جدا. تثبيت تشكيل ولا مرحله روتيشن؟ انا رايي تثبيت تشكيل بشكل كبير جدا، ولازم يرجع لده مره ثانيه، لانه ما عندكش حل ثاني. عمليه التدوير بسرعه كبيره وفي مباريات متتاليه بتعمل مشكله كبيره. يعني لازم يكون عندي على الاقل في البدايه، احنا ما عندناش ارهاق كبير لسه، ومشكله الدوري طويل جدا جدا، لسه بدري، وعندي خمس ست بطولات، انا ممكن اعمل التدوير ده في بعض في البطولات، مش لازم في كل مباريات الدوري، ممكن يكون التدوير في لاعب او اثنين او ثلاثه بالكثير، انما سبع ثمان لاعبين كل مباراه الحقيقه بتعمل مشكله كبيره جدا في ادائك وفي شكلك وفي النواحي الخططيه بتاعتك وفي التناغم والانسجام داخل الملعب. طيب عندي اسئله مرتبطه بكذا اسم محتاج تقييم او تعليق منك سريع عليهم، بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن اشرف ممدوح. ايه قصه ان الفرصه في الاهلي غاليه؟ كنت بتكلم مع حد يعني في فتره قبل كده، من حد مسؤول في الجهاز الفني النادي الاهلي، وكنت كنت بساله مستغرب، يعني انه طبعا خلينا بقى متفقين انه فرقه الاهلي كلها نجوم، ولما بيجي لعيب جديد في النادي الاهلي في سكواد الاهلي سواء محلي او حتى اجنبي بيبقى الناس مستنيه تشوفه، فممكن يجي اللعيب ده ويبقى جاي منور قوي وكان متالق جدا، سواء كنت بتتابعه بره مصر او جوه مصر، وتلاقيه قاعد على الدكه ماتش ماتشين
فبسأل يعني هو ليه ما بيلعبش؟ ما ده نجم وجاي مكسر الدنيا. فقال لي أولا فرقة الأهلي كلها نجوم، ثانيا عشان ياخد الفرصة في الأهلي لازم يعرف إنها مش حاجة سهلة، غالية، لازم يعرف إن الفرصة دي غالية، فلازم يتعب ويشتغل ويثبت إنه جدير بالفرصة عشان لما ياخدها يقدم فيها أفضل ما عنده، ويحاول دايما يبقى حريص إنه ما يفرطش في الفرصة دي. هل ده ممكن يا أشرف يبقى جزء من سلبية التدوير، فكرة إنك أنت عارف إن الفرصة جاية جاية، أو إنك هتلعب هتلعب، أو إنه بما إن إحنا ماشيين بالروتيشن فالماتش ده بتاع ده والماتش ده بتاع ده، فتقلل شوية الدوافع اللي عندك أتليست حتى في التدريب إنك تطلع أفضل ما عندك، بما إن كله بيلعب فأنا هلعب، أو الفرصة جاية كده كده ما بقتش صعبة زي الأول لما تجيلك امسك فيها بإيديك وسنانك؟ وكأنك قريت أفكاري والله. أنا كنت راجع من التوقف ده، أقول لك إنه فعلا العملية دي بتعمل شوية حالة تبلد، أو الفرصة جاية جاية، أو إنه عملية التدوير بتحصل بشكل كبير وبشكل واسع، وبالتالي هتجيلي هتجيلي. لما تبقى الفرصة نادرة أو صعبة، أيوة تبقى موجودة صعبة، بتقوي المنافسة، بتخليني أنا أطلع كل إمكانياتي وأحاول أبذل أقصى ما عندي علشان أخد الفرصة دي. لكن طول ما الفرصة سهلة والتدوير 7 8 لاعبين كل مباراة، يعني بتتكلم في إن الاسكواد كله ممكن يلعب في خلال 4 5 ماتشات، الفرصة سهلة، فرصة متواجدة، وانت بتلعب في النادي الاهلي ممكن يعني تأدي مباراة فتفضل متواجد خلال الموسم، فدي بتسهل الامور جدا على اللعيبة. لكن انا شايف انه لازم يكون التدوير في حدود جدا، ولازم يكون عندك سبال تشكيل. صحيح انت محتاج كل اللاعبين يبقوا متواجدين، لكن المنافسة هي اللي هتخليهم موجودين. المنافسة في تمرين، في اكل، في شرب، في التزام داخل الملعب وخارج الملعب، المنافسه دي هي اللي هتخليهم موجودين. طول ما هو حاسس ان الفرصه هتبقى سهله وهتبقى متواجده على طول، لا انا ممكن اكسل، ممكن ما اشدش حيلي في التمرين بشكل كبير، ممكن اهمل في حياتي بره. لازم ده نقطه مهمه جدا يا احمد، انا بشكرك عليها وبشكرك انك قريتها بسهوله، لان فعلا لازم اللاعب يحس قد ايه ان الفرصه صعبه، خاصه فريق زي النادي الاهلي انه ياخدها عشان يقدر يطلع كل اللي عنده عشان يقدر متواجد في ال 11 اللي بيلعبوا. صحيح. تقييمك لأنتوني مودست، وهل شايف انه ممكن البناء على المستوى اللي قدمه في الماتشين؟ يعني انا بقول ان هم طبعا مش المأمول او المنتظر، ما حدش ياخد مودست ويطلع بيه 7 سما. انا عارف طبعا اللي منتظر من صفقه الاهلي في المركز ده من اول الموسم كتير جدا، وصحيح مودست يمكن جه او ظهر في اكتر من لقطه بينت شويه من امكانياته في الماتشين الاخرانيين سيراميكا والجونه، لكن طبعا مش ده اللي احنا بنحلم بيه او اللي مستنينه وننتظر. لكن هل ممكن ده، انت كنت مهاجم وتقدر تقرا وبتبقى عارف قوي المهاجم لما بيكون بعيد يعني محتاج ايه عشان يرجع؟ بص، احنا عندنا مشكله مع مودست بسيطه، لا خلاف ان مودست كان لعيب كبير جدا وامكانياته كبيره جدا، لكن عندنا مشكله مع مودست دلوقتي عدم الجاهزيه، وانك لو ضغطت عشان تجهز هيبقى في مشكله، علشان المعدلات البدنيه ممكن ما يقدرش يتحملها بشكل كبير. عشان كده مستر كولر بيديله على فترات متباعده شويه، لكن الامكانيات موجوده. هل هيقدر يجهز مودست بشكل كبير؟ دي هترجع له هو، هيقدر يجهز ويبقى يعني يقدر يلبي طموحات مجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره وفريق النادي الاهلي، دي متوقفه عليه هو هل هيقدر ولا لا. لكن انا شايف انه يعني طبعا ما اقدرش اقول خامه جيده ولا خامه سيئه، لان مودست امكانياته معروفه للجميع، لكن هو مش جاهز، هي متوقفه عليه. زي نفس الكلام بقوله على صلاح محسن، لكن صلاح محسن يعني شكل مختلف. صلاح محسن لسه صغير وعنده فرصه ذهبيه اتكلمنا عليها ومش هتيجي تاني لو ما قدرش يستغلها مع النادي الاهلي الموسم ده. اعتقد ان صلاح محسن مش هيبقى متواجد في النادي الاهلي على خلاص يعني لاخر العمر يعني الرياضي اقصد، لكن كل لاعب هو اللي بيقدر يحدد امكانيه تواجده في النادي الاهلي. اعتقد ان الاتجاه في الفترات اللي جايه لازم يكون في مهاجم قوي يلبي طلبات او طموحات النادي الاهلي. لا ده هجي لك في الميركاتو بقى، الميركاتو ده ليه يعني كلام كتير، لانه مختلف. انت اللي فاضل في النص الاولاني ما يقلقش. يعني هو اصعب حاجه هتعدي عليك كامله في النص الاولاني كاس العالم للانديه. صحيح. وخلينا نتفق انه الاهلي مش مطالب بتحقيق لقب بطوله كاس العالم للانديه،
ولو قال لو رجع لمستواه بالسكواد ده، لا نقدر نحقق يعني نقدر نحقق انجاز كويس. احنا بس مش عايزين كويس. نوصل غير المباراه النهائيه، نقدر نحقق انجاز كويس والله صدقني. يعني احنا عايزين الاهلي يرجع لمستوى الطبيعي. جمهور الاهلي عايز يحقق حاجه جديده، يعني فكره المركز الثالث احنا حققناها 3 مرات وده انجاز عظيم وكل حاجه. صحيح. طبعا وفوق بالمناسبه هو يعني عشان نبقى منطقيين واقعيين هو فوق امكانيات اي نادي في افريقيا. صحيح. انك انت تروح تنافس في كاس العالم فتجيب ميداليه برونزيه ده شيء عظيم يحسب لكل الاجيال اللي حققت. كانت مختلفه بقى يعني انت عايز يعني لكن انت توصل نفسك تروح للنهائي بالظبط، وخصوصا انه واحد انه دي اخر بطوله بشكل ده، اتنين انه بطل اوروبا بعيد عن سكتك. صحيح. فبالتالي ده ممكن تقابله في الفاينل. نتمنى يعني. طبعا نتمنى انا متفق جدا مع اشرف، الاهلي لو فورما وفي حالته ومستواه العادي يوصل بشكل سهل يقدر جداً. يوصل جداً. ان شاء الله للبطوله. لكن في النهايه يعني ما قدامكش غير دوري الابطال، الجزء الاول مقدور عليه، دور المجموعات ممكن لا قدر الله حصل دروب تعوض، لكن هو السؤال في ال4 مواجهات دول ازاي تقدر تحضر، او هل تاخدهم مع انك انت تحضر وتجرب لغايه لما توصل كاس العالم، ولا التفكير في كاس العالم دلوقتي لا يعني شوف صعب. مفيش حاجه، انت النادي الاهلي دايما بيلعب على كل البطولات. أي. وده امر طبيعي يعني وحتمي. هل انت شايف انه ماتش ميدياما مثلا احنا يعني الاهلي جاهز انه يرجع في مستواه بعد فتره توقف وبعد اجازه راحه سلبيه على الاقل هترجع تدريجي. لكن انت زي ما قلت احمد انه دور المجموعات يعني شويه زي الدوري كده، تقدر شويه تجمع نقاط، تقدر ترجع مره تانية لو حصل دروب، خاصه ان المجموعه بتاعتنا الحمد لله مش قويه بالشكل الكبير. والله قويه وخادعه. لا يعني ان شاء الله يانج افريكانز، انت عارف انه سيمبا بعد ما تعادل معانا ذهابا وعوده خسر من يانج افريكانز بخمسه. خسر صحيح. أنا خمسه خماسيه تابعت المباراه. فيانج افريكانز على فكره فريق مش فرقه مش فرقه سهله يعني. بص النادي الاهلي لو في مستواه الطبيعي انا ما بقلقش من اي فرقه في افريقيا تماما. لو النادي الاهلي في مستواه الطبيعي خلاص انت ما بتقلقش من اي حاجه. انا معاك عندك فرصه للعوده. معاك في ده في المجموعات. ماشي. ما خلينا طب احنا بنتكلم في لغايه كاس عالم الانديه. احنا بنتكلم المرحله اللي جايه. عشان بعد كده يبقى عندك فرصه ميركاتو قبل ما تروح للصعب في بطوله افريقيا. صحيح. فانت عندك فرصه جيده الفتره اللي جايه زي ما كان عندنا فرصه جيده الفترات اللي فاتت. صحيح ان هي كانت مضغوطه، يعني الدوري الافريقي كان مضغوط جدا وبتلعب مع فرق المفترض انها اقوى 8 فرق او 7 فرق في مع النادي الاهلي في افريقيا. مباراه السوبر افريقي يعني مباراه يعني اعتبرها نسيان شويه لانه ما كناش في مستوانا الطبيعي، لكن انت تقدر عندك فرصه جيده انك تكمل الفتره اللي جايه الشهرين دول، تقدر ترجع بمستواك مره تانية، تقدر تحقق نتائج جيده في دوري ابطال افريقيا وتكمل في الدوري. انت لغايه النهارده متصدر الدوري رغم التعادل امبارح. مظبوط. ما حصلش حاجه يعني. يعني دايما الحمد لله انت عندك الافضليه. أيوة. وانك تبقى وانت متواجد حتى مش في افضل حالاتك قادر رقميا تبقى كويس. السكواد اللي موجود مفيش افضل من كده، احنا بنتكلم بس في ان مفيش كنا عايزين مهاجم. كنا عايزين مهاجم اجهز. يعني لو موديست في حالته خلاص انت مش محتاج حاجه تانية، لكن موديست بعيد عن الجاهزيه. اصابه رضا سليم بالتاكيد هتفرق جدا جدا مع النادي الاهلي لانه واحد من المتالقين الفتره اللي فاتت ودخل بسرعه جدا جدا مع النادي الاهلي. شايف بعض اللاعبين لو فرقوا أو قدروا يرجعوا لمستواهم الطبيعي انا شايف النادي الاهلي. بس انت بالاضافه للصفقات كمان كسبت يعني بشوف يعني المكاسب المرحله اللي فاتت دي ما كانش حد مستني لا كوكا ولا كريم الدبيس. صحيح. مثلا يعني اسال 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 اي حد قبل السيزون ما يبدا كريم الدبيس اخباره ايه يقول لك ما اعرفوش. وكوكا كمان. كوكا اخباره ايه يقول لك ما شفتوش. واسمين فاجئوني انا شخصيا يعني لكن يعني قدموا مستويات رائعه الحقيقه. صحيح صحيح جدا جدا. وخدوا الثقه في وقت قليل جدا من الجمهور. وتقدر تقول انه الاعتماد عليهم من مستر كور الفترات اللي فاتت اديتهم ثقه كبيره جدا يقدروا يكملوا بيها ان شاء الله نهايه الموسم بشكل جيد. والله مش عارف ليه السؤال بيرجعني تاني على كريستو، لان واضح ان الراجل مؤمن بالكواليتي مش بالاسم. يعني محدش يختلف انه مروان عطيه واليو ديانج في الحته دي بالنسبه للجمهور وبالنسبه للسيزون اللي فات خيار اول. صحيح. ففكره انه كوكا يقعد حد منهم ويلعب اساسي مش مباراه، ده ماتش والتاني والتالت وفي مباريات قويه ومهمه وماتشات قويه ويظهر كمان بالمستوى ده، وانه الجمهور يبقى لما يشوف اسم كوكا يبقى مش مستغرب او يعني تمام كوكا تمام. ونفس الحكايه كمان تنطبق على الدبيس، ده معناه ان الراجل قال لك ممكن اراهن على حاجه بره الكتالوج. فبالتالي بالنسبه لي كان الاول يعني مش الاولى
يعني كان طبيعي ومنطقي انه كمان كريستو ياخد فرصه. صحيح، هي دي النقطه اللي انا بقول لك عليها. هل كريستو مش قادر يؤدي الدورين بالشكل المطلوب الدفاعي والهجومي زي ما مستر كولر؟ لانه واضح جدا جدا ان مستر كولر بيلعب على الحته دي بشكل كبير. يعني النهارده انت شفت طريقه لعب قفشه اختلفت، مش عارف ليه دايما المدربين ده، مش بس مارسيل كولر ده، مدربين كتير جدا بقوا يطلبوا ده. لكن انا بشوف مثلا انه لعيب زي كيليان امبابي، لعيب زي جود بيلينغهام، لعيب زي فيل فودن، لعيبه مؤثره جدا 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 هجوميا مع الفريق، فشله جدا في الادوار الدفاعيه. يعني ممكن فيل فودن الحقيقه يمكن بيحاول، لكن اقصد اقول فودن الحقيقه بيعمل الدورين بشكل كبير ماشي، لكن 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 امبابي تقريبا مش موجود دفاعيا، جود بيلينغهام يعني مش مؤثر قوي. يعني في لعيبه في الملعب مش مطلوب منها، مش مطلوب من ال 11 يعني كلهم يأدوا ادوار دفاعيه. فكر سبيشالي لما بتكون كمان في فريق متعود يهاجم طول الوقت، يعني انت طبعًا لو في 90 دقيقه انت استحواذ وضغط 70 دقيقه منهم. صحيح. فبالتالي حته انه يعني الادوار الدفاعيه دي هو فكر، ولولا اختلاف الافكار دي ما كناش هنستمتع بكره القدم. احنا يعني اهلي ماشي، احنا وايه المانع انك تأدي الدورين ولكن بنسبه، يعني نسبه اقل شويه دفاعيه؟ وايه المانع ان انا ادي لاعبي واجبات هجوميه اكتر وادي لعيب واجبات دفاعيه اكتر؟ ده بيحصل. لكن يعني هو منعم بيأدي ادوار هجوميه طول المباراه؟ لا، في اوقات معينه بس مش مطالب زي الجناحين اللي عندنا وخط الوسط او 8 انه يؤدي الدور الدفاعي، لانه انت في فرق بتستحوذ في وسط الملعب وده مش مطلوب امامك قدام النادي الاهلي، وشفناه في بعض الفرق انك بتسيب شويه، بعض الفرق في الدوري الافريقي تحديدا يعني كنت بتسيب لهم شويه المساحه في وسط الملعب، بتعمل مشكله كبيره للنادي الاهلي. ايه المانع ان اللاعب اللي عندي يقدر يؤدي الدورين، خاصه لما شفنا بيرستر قدر يؤديه بشكل جيد وبيؤدي الدور الهجومي رائع جدا رغم انه بيؤدي دور دفاعي. قفشه اتغير بشكل بنسبه كبيره جدا جدا، حسين الشحات اتغير بشكل كبير جدا جدا. صحيح مش الوقت ده او مش التوقيت ده، لسه شويه ما جهزوش بشكل كبير او لسه ما رجعوش للمستوى المطلوب، لكن خلاص ستايل او طريقه لعبهم بقت بالشكل ده، بقوا بيأدوا الدور الدفاعي مع الدور الهجومي، وده ما فيهوش مانع. ايه المانع؟ بالعكس، النادي الاهلي كل ما بتبقى جاهز بدنيا وفنيا وذهنيا تقدر تأدي الدورين بشكل كبير، وبيفرق كمان في النتائج. انا شخصيا اتمنى الحقيقه انه كولر حتى لو في حاجات، طبعا هو ادرى وهو على عكس الجمهور، انت بتتفرج على كريستو في ماتش مع تونس، بتتفرج عليه قبل كده مع النجم، حتى في ماتشات الاهلي اللي ظهر فيها بشكل كويس كان مميز جدا، تقدر تتمنى، من حقك تتمنى انك تشوف لعيب زي كريستو في الملعب وتراهن عليه، لكن الادرى وصاحب القرار هو مارسيل كولر. لكن انا اللي اتمناه انه حتى لو في بعض اوجه القصور عند كريستو انه يشتغل عليها، انه لانها مسؤوليته برضه انه يقدر يشتغل عليها ويطور. هو ده بعيد بعيد جدا يعني عمليه التدوير بالكم ده وكريستو مش موجود، ده معناه ان في مشكله. هل هي مشكله من اللاعب؟ هل هي مشكله نفسيه ما بين مستر كولر وما بين كريستو؟ هل الازمه انه مش جاهز؟ طب انا اجهزه زي بعض اللاعبين الموجودين، لان ما عنديش حد في سكواد النادي الاهلي مش جاهز النهارده. لكن اتمنى ان كريستو يخلص. معلش برضو ديفيدز ادفوكات زي ما بيقولوا، في ممكن حد يقول لك هو كريم نيدفيد جاهز؟ كريم نيدفيد نزل اساسي، هو مودست جاهز؟ مودست طريقه اللعب مختلفه. انا بس لا، مودست لازم 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 خلاص يشتغل عشان يجهز. خالد عبد الفتاح جاهز؟ لا، بعيد يعني، بقاله فتره طويله بعيد. يعني كل دول خدوا في ماتش رسمي ونزلوا اساسيين عشان يجهزوا، فبالتالي ممكن مودست يعني اتمنى انه ياخد فرصه. كريستو اتمنى انه خليني اخدك للصعب. باذن الله، ان شاء الله باذن الله نقدر نتعامل مع المرحله ومع صعوباتها ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله مع العوده قدام ميدياما الغاني اللي برده لسه ما اكتشفتوش، خدوا بالكم الفريق ده حديث العهد، ما هوش من عتاولة غانا يعني، لكن تجربته مشواره في البطولة الغانية يقول انه مش لقمة سائغة. يعني صحيح ما عندوش خبرات افريقية صريح، واعتقد انه ما شاركش غير قبل كده يمكن في الكونفدرالية، بس ما شاركش دوري ابطال افريقيا خالص، لكن اول مرة يعني. لكن برضه من غانا لازم يعني تقلق من الاسم بما انه غانا، لكن اكيد هو بعيد جدا جدا عن المنافسه وعن لكن حتى مش التواجد مش بشكل اللي أقوله كبير مش يعني سان جورج. لا فاهم قصدي يعني وبعدين مثلا الهلال مش فريق مصنف او مش فريق كبير افريقيا، لكن دايما يتعبك بالذات في ماتشات على الارض. سيمبا نفس الحكايه. واحنا بقى عندنا عقده شويه في دور المجموعات، ان النادي الاهلي ما بيبقاش جاهز بشكل كبير او النتائج ما بتبقاش لكن افضل حاجه، لكن نقدر نعدي ده. لكن الاصعب دايما هيبقى في النص الثاني عشر طبعا.
الاصعب هي في النص التاني. ده حقيقي. حاطط امال عريضه على الميركاتو زي ما جماهير طبعا النادي الاهلي. طبعا ما فيش خلاف يعني. يعني لازم يكون في تعاقدات كبيره يعني. في اسماء انا كتير استاذ خلي بالك الناس بتعتقد اننا بنتكلم ان مجلس اداره مقصر. أي. لكن لا انا خالص. عايز اقول ان مجلس اداره الحقيقه يعني ممكن بعض الناس تعتقد ده، خاصة انك دايما بتطالب بلاعبين خلاص حققنا السكواد المطلوب للجهاز الفني يعني. موديست هو احد طلبات مستر كولر مثلا الاساسية. الوصول للنجاح محتاج دايما صعب، تجديد صحيح، الحفاظ على النجاح اصعب بكتير، اصعب بكتير. صحيح. فبالتالي مهما وصلت لمنظومة ناجحة ومهما كان عندك احسن سكواد في الدنيا، صحيح، بالتأكيد مش هتبطل تدور على انك تبقى احسن. ده وده صحيح، وده جزء من نجاح الاهلي. ده احنا لو ده جزء بنفرح مهم. ببطولة وبنقعد نعيش عليها خلاص احنا سنين طويلة جدا، مش هنحقق البطولات اللي ده بعدها. صحيح، الناس ده صحيح، بتخلص ده، انا شاهد على ده، انا عشت ده كجمهور، لكن شاهد على ده بجد هنا كسياسة شغل. تخلص البطولة صفحة وانتهت، ما حدش اتكلم فيها، صحيح خلاص انتهت، صحيح، احنا بصينا بتدور على اللي على بعد. اللي بعدها على طول. فاللي بيبص دايما على انه يبقى نمرة واحد على طول بيشتغل على نفسه، يعالج وتجديد مشاكله ازاي. دوافع طول الوقت وتحضيرات ودي حاجة ما وتجهيز تقللش من أبدا ادارات النادي الاهلي على مدار أبدا، تاريخها، مش بس الادارة الحالية، على ادارات الاهلي كلها وإلا على مدار ما كنتش السنين. تفضل في القمة، وده صحيح الطبيعي يعني. صحيح. انجاز مثلا جوزيه بتحقيق وصول لاربعة نهائي وتحقيق 3 نسخ منهم وتحقيق برونزية، انجاز بتحلم بيه كل انديه كل انديه صحيح العالم، صح؟ صحيح صحيح، لو انت وقفت عنده ما كنتش وصلت النهارده انك انت تكرره. وعلى اعتاب انت النهارده لو حققت دوري ابطال افريقيا يبقى كسرت الريكورد اللي انت مسجله لكن باسمك. لازم يا احمد لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ياخدوا بالهم كويس قوي، لان الموسم ممكن يهرب بشكل صعب كبير. صعب صعب، الموسم احنا صعب، صعبناه على نفسنا. انت خسرت بطولتين لغايه النهارده، ايوه وبطولتين مهمين، ومهمين للنادي كمان تسويقيا قلتها، وماليا. فماليا، فانت بتتكلم في انك على اعتاب انك لازم يبقى في وقفه، ولازم تعرف كويس قوي انت رايح فين في الموسم، خاصه انك داخل على بطولتين كبار جدا جدا طبعا، مع وهما البطولات الأصعب، المحليه، وهم هما الاصعب الأصعب. مع البطولات المحليه، وبالتالي لا الناس لازم تاخد بالها، أيوه ولازم يبقى في وقفه مهمه جدا جدا من الجهاز الفني واللاعبين، لانه النادي الاهلي مستحيل يخرج يعني صحيح. خال وخصوصا اليدين كمان كده من انا اتكلمت البطولات. رقميا، احنا كنا ابتدينا الحلقه بارقام مرتبطه بالاداء المالي لبارسا. الامل الوحيد لانقاذ الموسم من ناحيه، انت عارف الاهلي محروم من الحضور الجماهيري، بالتالي صحيح واحد من اهم مصادر دخله طبعا، مش موجوده، موارد، اهم فبالتالي الموارد. الموارد الماليه عندك مرتبطه بكاس عالم انديه، وصولك للمباراه النهائيه ان شاء الله، ان شاء او الله على الاقل برونزيه، الميداليه ايوه كاس البرونزيه، عالم. يساهم بشكل كبير انا جدا لسه في نجاح والله الموسم. لسه طموحي انك رغم كل الاداء اللي لسه ما وصلش او ايوه مش احسن حاجه، انا عندي امل كبير جدا جدا انك نوصل ان شاء الله الفاينل كاس عالم الانديه. نتمنى ان شاء الله. لكن لازم وقفه عشان تقدر تبتدي دوري ابطال افريقيا بشكل جيد، تقدر توصل كاس عالم ان شاء بشكل الله جيد. للفاينل باذن الله. مين من تقدر الاسماء اللي على لسان الجمهور طبعا كل يوم بيتكلم في اسمه وبيتكلم في ترشيحات وبيتكلم في مين افضل من مين، مين بيقول لك مش عارف هنا ده افضل من ده، والمركز ده افضل من ده، وده ممكن يبقى جوكر يلعب باك يمين وجناح يمين. مين من الاسماء اللي شفتها منوره تتمنى انها تكون موجوده في ميركاتو الاهلي يا اشرف؟ محليا يعني محليا يعني عمر انت شايف ان احنا في ويندو لاسم اجنبي؟ اعتقد صعب قوي في ال والله صعب، لكن اتمنى يعني اتمنى ان يكون عندي. تتمنى. بص انا لغايه النهارده محتاج ترجمه لكل فرص النادي الاهلي اللي بتوصل بيها. خلي بالك محترفين الاهلي الخمسه، شايف حد منهم ممكن يكون قريب من لو الخروج؟ يعني خلينا نتكلم بصراحه، لو مودست ما وصلش للتوب فورم بتاعه في الشهر ونص ده، او لا ايه المانع اني ما اقدر، انا جايبه في ظروف لظروف معينه، ايوه مظبوط، مظبوط. وتعاقدت معاه بهذا المبلغ لظروف معينه او لاحتياجات معينه في الظرف ده في التوقيت ده. لو ما حققليش ده خلاص انا خسرت بطولتين لغايه النهارده. ايوه لو ما قدرتش اوصل بيه التوب فورم وانه يحقق لي المطلوب منه في الفتره اللي جايه دي في كاس العالم للانديه وبطوله الدوري بتاع افريقيا، خلاص ايه المانع انه يرحل ويكون عندي اسم كبير يليق بالنادي الاهلي يقدر يحقق لي المطلوب منه ويحقق لي طموحاتي، طيب. فايه المانع؟ لا انا محتاج، ما فيش مشكله خالص انك تغير فكرك، او حتى لو كان عندك يعني استقرار في دماغك انك تكمل بيه الموسم. لا او ممكن تدعم اوبشن تاني، تدعم المركز بلاعب محلي، ولا مفيش محلي؟ هو في بعض الاسماء، لكن انا شايف قول لي اهم لازم الاسماء. يكون في حد قوي
يعني يليق بالنادي الاهلي والبطولات هجومية. اللي بيشارك فيها النادي الاهلي هجوميا. مهتم انت بمركزك بس وباقي المراكز مش مركز انا فيها. شايف ان ما عندكش مشكله كبيره ما عندكش فيها. مشكله يعني كبيرة. لكن ممكن يبقى في اسماء نورت قوي شفتها يعني عمر كمال عبد الواحد طبعا واحد من الاسماء المهمه منورة. المنوره جدا جدا اوفا لاعب مهاجم ام بي من الاسماء اللي تميزت الفتره اللي فاتت لكن سكواد نادي الاهلي الحقيقه انت مش محتاج محليا حاجه أيوة. اتمنى بس يعني الاثنين دول تحديدا من الاسماء المهمه جدا لنوع النادي الاهلي واتمنى ان شاء الله تواجدهم يعني لكن انا مصر ان انت محتاج مهاجم بشكل مختلف بامكانيات مختلفه يليق بالنادي الاهلي يمكن تكون في نقطة إيجابية وحيدة في التوقف ده هي فرصة لالتقاط الأنفاس ومراجعة الحسابات الأهم أن احنا نستغل الفرصة عشان يعود الأهلي بشكل أفضل مما كان ومازال الأهلي ومازال مارسيل كولر يبحث عن نسخة الأهلي اللي بينتظرها جماهير النادي الأهلي بصرف النظر على أرقامه بصرف النظر على النتائج الأهلي بالتأكيد بالقماشة دي وبتجربة كولر في السيزن الأولاني يقدر يقدم أفضل من كده بكتير والرهان ان شاء الله يكون بدايه من لقاء ميديام الغاني في بطوله دوري الابطال كل التوفيق لرجالتنا ونجومنا وكل التوفيق لمارسيل كولر في مهمه صعبه وبالتاكيد مش مستحيله بشكر نجمنا وضيفنا كابتن اشرف ممدوح شرفتنا نورتنا كالعاده اشرف بشكرك احمد جدا جدا وكل التوفيق لنجومنا طبعا النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله اشكركم على المتابعه تحياتي ليكم